السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المدعو عبد الجليل مصطفى، تنسكن في كاريان طوما في بلوك واحد الرقم دار 9. أنا عندي واحد الولد ديالي مريض، في واحد المرض خايب، والتحاليل ديالو كلهم في فرنسا، التحاليل تداروا لي في فرنسا، وناعس في السبيطار ديال بن رشد، وجيت ما عنديش واحد الكمية باش نخلص على ولدي داك السبيطار ديال بن رشد، ما عنديش أنا الفلوس باش نخلص السبيطار ديال بن رشد. مشيت بغيت ندير الرميد اللي وفق اللي عطاهنا صاحب الجلالة من حقنا، مشيت بغيت ندير الرميد تطلبوا لي الفلوس على الرميد. كاين اللي مقدم بركات طلب لي 4000 ريال، صيفطت لي صيفطت لي 4000 ريال ياك. عاود من بعد عاود ثاني قال لي مرتك ما عندهاش السادة السكنه على كاريان طوما، قال لي مرتك ما عندهاش السادة السكنه على كاريان طوما، راه الرميد راه موحى نصايبوه لك، راه خصك تعطينا 20000 ريال، راه انا والقيد، وراه عندي الفيديوهات مسجل فيهم، تطلب لي المبلغ ديالي التليفون ديالي، عندي الفيديوهات مسجلين تطلب لي 20000 ريال. انا ما عنديش من نخلص الخوت هاد الشيء هذا، هاد الشيء المشاكل اللي طاري ليا، ولولي الله خارج من 10 سنوات ديال الحبس، من 5 سنوات ديال الحبس، كانت عندي 10 سنوات ضرب فيها 5 سنوات، خرجت تزوجت خد سوق راسي، درت واحد الوليدات، درت واحد الاسره، وجيت سكنت في مدينه مراكش، جيت سكنت باش نستقل، ودرت الوليدات، وعندي الحاله المدنيه ديالي على مراكش، وعندي لي زيكسري ديال الولادي جوج على مراكش، عطاوهم لي الناس ديال مراكش، عطاوني لي زيكسري ديال الخلق ديال الولادي، عرفوا الحاله ديالي، تساعدوا معايا وعطاوني كل شيء. من جيت الكاريان طوما الساكنه ديالي تنسكن فيها، تنتفاجأ بالمقدم تيطلب لي الرشوه. علاش غيطلب لي الرشوه؟ انا ماشي مواطن، انا راه مواطن، علاش هاد السيد هذا تيطلب لي 20000 ريال؟ منين غنجيب لي 20000 ريال؟ ولدي حاليا راه هو في سبيطار بن رشد تيموت، هو في سبيطار بن رشد تيموت، راه طالبين لي كميه مليون ونص اللي طالبين لي ديال الفلوس، وراه عاطين فيها دابا لاكارت ديال المدام اللي حاطين دابا تما، حاطين لاكارت ديال المدام اللي حاطين. والطبيبه والسبيطار ديال المخزن، تشوف السبيطار ديال المخزن بلورشت تيطلب ليا مليون ونص زائد المقدم 20000 ريال، هي مليون و120000 ريال. انا من غنجيبها؟ واش بغيت نمشي نبيع الحشيش، نمشي نبيع البانيت؟ انا ما بقايش بغيت ندير هذاك الشيء، ما بقايش بغيت نبيع ونشري هذاك الشيء، بعدت منه، الله يجعل البركه. انا بغيت تاخذوا لي الحق ديال ولدي، وتاخذوا لي الحق ديال هذا المقدم اللي طلب لي هذه الرشوه. الا ما بلغتش عليه انا يقدر غيدير نفس اي واحد، غيدير لي نفس الشيء، داك الشيء اللي دار لي كم تنصب عليا انا، غيتنصب على عده ديال القضايا. وهذا المقدم هذا عنده عده قضايا على السوق النموذجي ديال كاريان طوما، اللي حرم منهم باعوا السوق، سوق نموذجي ديال محمد السادس، قال لهم الملك عطاو للناس اللي ما فعلهمش على الفقيره اللي في كاريان طوما. ناضت المقدام ودا المقدام والقايد وبريجه رئيس الجماعه، ناضوا تيبيعوا السبادات، لمن تيبيعوها؟ تيبيعوها للدايبيه. دابا حاليا تمشوا لهذاك السوق النموذجي اللي في كاريان طوما للطبق الفوقاني، غتلقاو كلهم بيوع للدايبيه. وحنا اللي ولاد طوما ما استفدناش منه، حنا اللي ولاد الكاريان ولاد طوما ما استفدناش منه، باش يقهرونا حنا تيقهرونا بالرشوه، تيقول عطيونا الرشوه اللي بغيتو تستافدوا. السوق النموذجي طلبوا لي فيه مليون، عندي فيه الاوديو تسجيل، وورقه ديال الرميد تطلبوا لي فيها 20000 ريال، باش نصايب ورقه ديال الرميد لولدي، نصايب ورقه ديال الرميد لولدي تطلبوا لي 20000 ريال، منين غنجيبها؟ وهو دابا الاوديو ديال التسجيل ديال المكالمه ديال المقدم، هما دابا في ايد الصحابه الان دابا قدامي تيتصنتوا ليا، هما في ايدهم الفيديو الاوديوات، ولا بغيتو تسمعوا انتوما المشاهدين واحد شويه من الشريط تسمعوه. صيفط لي سمعتو كما تتسمعو، تطالب 1000 درهم المقدم بركة، تطالب مني 1000 درهم، وهاد النمرة اللي تيهضر معايا تطالب بها 1000 درهم، النمرة ديال الجوجة ديالو، لو بغيتو تسمعو النمرة ديال الجوجة ديالو، عندي تا الأوديو ديالو، هضر معايا بجوج نوامر، هضر معايا من النمرة ديالو في 24 في الأخر، وهضر معايا من النمرة في 77 في الأخر. جوج نوامر اللي هضر معايا هاد السي بركات، تيهضر معايا بجوج نوامر اللي عنده، تيطلب ليا 1000 درهم، قال لك غدا تكون عندي المسائل.
سمعتوه تيقول لك عشينا البريو، تيقول لك حنايا غامرنا بريوسنا. شكون نتوما اللي غامرتو بريوسكم؟ شحال من واحد بغينا نعرفوا حنا اشحال من واحد باش غامرتو بريوسكم؟ تتقول لي احنا غامرنا بريوسنا وقيتينا. من انت غامرتي براسك باش اش نبان لك انا؟ واش اليهودي اش نبان لك انايا باش غامرتي براسك؟ انا راه مسلم، انا راه ولد كاريان طومر، ما عندك باش علاش تغامر براسك؟ علاش غامرتي براسك؟ غامرتي براسك من شديتي من عندي الرشوه، من طلبتي الرشوه ديك المغامره. انا تنطالب بالحق ديالي وتنطالب بالحق يعطوني الراميد باش نمشي نخرج ولدي من السبيطار. نخرج ولدي من السبيطار، الا ما عطيتونيش الراميد باش نخرج ولدي من السبيطار تقدر توقع عليا شي حاجه، تقدر توقع على ولدي شي حاجه، نقدر نغدى ولا بعد غدا نقدر نمشي للحبس على القضيات الاخرين اللي كنت نصور ديال الفيديوهات ديال تجار المخدرات. نقدر نتعتقل عليهم الا ما خرجوش لي ولدي وما عطيتونيش الراميد، وهاد الناس يقلبوا باش يدفنوني من الحبس. وشكرا، تنتمنى من الخوت كلشي يبارطاجي وكلشي يوقف. راه دري راه صغير، راه ملائكه في العمر ديالو 7 شهور اللي عنده في العمر ديالو، ودابا حاليا تيتواجد في السبيطار ديال بلورشت. حاليا تيتواجد في السبيطار ديال بلورشت، تيتواجد في السبيطار ديال بلورشت حاليا. وسيروا تطلعوا عليه وتشوفوا داك الدري واش غيبقى فيكم والو، اش غيبقى فيكم ولا لا. تحاليل ب 66000 ريال في فرنسا، تحاليل ديال السلسول ب 36000 ريال، زائد المقدم ب 4000 20000 ريال. وفين غنوليت انايا؟ انا راه يلاه على قد الحال، ما بقى يلاه على قد الحال. وانت تمشي نخدم في المسجون، انا بحال عباد الله ما بقايش نسكن كاري طوم، تمشي نخدم في المسجون، نجي نتحوب نجي نخدم مع با هنايا، نعاون با في البلاد ديالو هنايا، نبدا نحرت نبدا نورد. بعد دخلت سوق راسي ما بقيت تندير والو، كاع اللي قال لكم تندير شي حاجه سيروا سولوا عليا، راه منطقه سيدي مؤمن، سيروا سولوا عليا. من 2015 من يخرج وتزوج سولوا عليا واش يقولوا الناس. هذوك الناس اش يقولوا لكم؟ غايقول لكم راه داك السيد ما بقاش يكون سيدي مؤمن وبقى ساكن سيدي مؤمن. ولا جيت المنطقه ديال شيشاوه غايقول لكم هاد الناس ديال شيشاوه سولوا عليا، غايقول لكم حتى هما هاد السيد هذا راه ولا داخل سوق راسو ساكن مع باه وعنده وليداتو مجوج وعنده مرتو هنايا وعنده ولدو مريض. هادشي اللي غايقولوا لك. وتسولهم على شي حاجه اخرى غايقول لكم السيدي ما تيدير والو، من نهار جا سكن هنا هو معنا هنايا، وحاليا انا معاكم هنايا.